ومن ضمن التضليل والتغليط أحياناً يحار المرء أن إدريس مستفد من الريع وأن القيادات الحزبية كلها تستفيد من الريع. وأنا خرجت من الحكومة سنة 2012، ووقتها لم أكن كاتباً أولاً للاتحاد الاشتراكي، لست مسؤولاً أولاً له، وقتها كنت عضواً بالمكتب السياسي. تتعرفوا أن التقاعد ديال الوزراء هو 4 مليون سنتيم، لكم أن تحسبوها. الذين يدعون علي باطلاً أنه يسعى من وراء هذا حق لم أطلبه يوماً منذ 2012 إلى يومنا هذا. لذلك جواباً عليك، فإنني لم أستفد يوماً من تقاعد الوزراء، ولك أن تتوجهي للذين يستفيدون، وخفمهم كبير، الذين يدعون علينا ما يدعون، ويعطوكم بالأرقام شحال استفدوا. سميه ريع ولا سميه القانون تعطيه، هذا حقك، لكن بالنسبة لي فأجد أنه ليس من المسؤولية أن أتحدث اليوم على هذا الأمر، لأن له مبرراته عندما أطلقه المغفور له الحسن الثاني، وللحكومة القادمة أن تناقش جدواه من عدمها، ديك الجدوى من عدمها، والمبررات ديالها يمكن تكون موضوع نقاش مستقبل. إنما في إطار فيك نيوز كذلك مرة أخرى أريد تصحيح هذا الأمر، لم أستفد يوما ما من أي تقاعد للوزراء منذ خروجي من الوزارة إلى يومنا هذا، أي 10 سنوات تقريبا، لم أستفد يوما ما من هذا التقاعد، ولن أستفيد منه في أي مرحلة قادمة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.